أقل من 200 متر بينهما، لم ولن يزوره مطلقا ولا في 28 من صفر، لبطلان أو معصية. أولا، بيت أستاذنا السيستاني بمسافة أقل من 200 متر عن مشهد الإمام علي عليه السلام في النجف. ثانيا، لأكثر من 40 عاما لم يزر ولن يزور السيستاني مشهد علي عليه السلام مطلقا مطلقا مطلقا. ثالثا، امتناع الأستاذ السيستاني مشاركة الزوار المشاية ولو ببضعة خطوات، لا مع السائرين إلى كربلاء ولا مع السائرين إلى النجف ولا مع السائرين لباقي القبور والمشاهد وغيرها. فلم ولن يفعل السيستاني ذلك مطلقا على طول عمره حتى الممات. وامتناعه عن الزيارة مطلقة، لا في 28 من صفر ولا في 21 من رمضان ولا في عاشوراء ولا في 40 ولا غيرها، لا لمشهد النجف ولا لكربلاء ولا للكاظمية ولا لسامراء ولا لغيرها، ولأكثر من 40 عاما، بل لأكثر من 90 عاما وحتى الممات. ومع عدم معقولية بل استحالة الترك الكلي للمستحبات الأكيدة لأكثر من 90 عاما وحتى الممات وبدون أي مبرر معقول ولا متصور، فإن ذلك يدل يقينا قطعا أكيدا على مانعة الخلو من المعصية أو البدعة والبطلان. رابعا، إن قلت إن زيارة ومسير 28 من صفر إلى النجف بدعة قد ابتدعها أستاذنا الصدر بدافع سياسي وبحسب منهج التوقيع المعتاد عند الشيعة، فيكون السيستاني معذورا في الترك. قلت ممكن ذلك، والبدعة أكيدة، لكن الكلام لا يقتصر على مورد بدعة 28 من صفر، بل يعم ويشمل أليف العشرات بل المئات من القبور والمشاهد والمقامات، والتي لا يبعد بعضها عن بيت السيستاني بأكثر من 200 متر. باء، المئات بل الآلاف من الزيارات وشد الرحال والمسيرات والمواكب والطقوس اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وبعضها يمتد لأسابيع كمواكب التشابيه والاستعراض والمشي والمسير. جيم، العمر والمكوث الطويل للسيستاني الذي تجاوز 40 وتجاوز 90 وإلى الموت. خامسا، المتحصل، إن السيستاني قد ترك عشرات الآلاف من مناسبات الزيارة والمواكب والمشي والمسير، مع استبعاد الاستكبار والمعصية يثبت أن الأستاذ السيستاني أليف. يوافقنا الرأي في بطلان وبدعية كل ذلك من مناسبات الزيارة والمواكب والمشي والمسير. باء، يتفق معنا في بطلان بدعة أستاذنا الصدر في الزيارة والمشي والمسير في 28 من صفر. جيم، يوافقنا بعدم صحة القبر المنسوب للإمام علي عليه السلام في النجف. المهندس الصرخي الحسني.